السلام عليكم متتبعي قناه شوف تي في مباشره من مدينه سطات. من مدينه سطات كنحييكم بصحه فطوركم، رمضان كريم يدخل عليكم بصحه وسلامه ان شاء الله وبجميع المتمنيات يا رب. سي مراد بصحه فطورك اخويا. معنا سي مراد اللي هو حارس ديال السيارات هنا بالمدينه ديال سطات، والصديق ديالو اللي كيجي كيونسو مره كيفطر معاه. مسكين حاول انه جينا باش نفطروا معاه فطر اخويا، فطر بصحه وراحه. جينا يعني اننا كنشوفوا مسكين سي مراد اللي حاول انه يتقدم بواحد الطلب للمبادره الوطنيه للتنميه البشريه هنا بالعماله ديال سطات، دار هذه الكريريسه عساس غير على السيارات هنا بالمدينه ديال سطات بواحد الساحه هنايا. و كريم مسكين عنده وليدات غادي يتكلم لنا. مرحبا سي مراد. اهلا وسهلا. بس يا بصحة الله يعطيك الصحة. الله يعطيك الصحة. قول لنا سي مراد كيفاش عودنا على القصة ديالك ديال هذه المبادرة وفهمتيني. هذه المبادرة هذه الكروسة هذه خدتها من عند واحد السيد. نعم اخويا. وبغيت نخدم بها ما خلاونيش. ما خلاوكش الحالات وليت كنبيع فيها الكار وانت كيبان لك كلشي قدامك. اه وانت مجوج عندك مجوج عندي جوج وليدات. نعم. كيري ب 900 درهم والماء والضو. نعم اخويا. ايوا كاين واحد اخر غير بويات و بويات مع الجيران. مع الجيران. نعم اخويا. ايوا واحد يعطيك واحد ما يعطيكش، واحد ينصحك واحد يخليك واحد ينشطك واحد ينكدك. ايوا هنا عايشين تيبغي لنا الله ويعاونونا هاد الناس بغاو يعاونونا، طلبوا منهم شي مبادره يعاونونا بها. هادي غير شاريينها من عند واحد السيد. دابا اسمح لي سي مراد. سي مراد خويا خديتي هاد الكروسه هادي ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، دابا ملي ما خديتي جيتي حطيتيها هنا وبقيتي غير كتبيع الكارو وعساس هنايا على الطوموبيلات. هذا هو اللي كاين. وكيفاش كاسكروطات هي هذيك البلاصه هذيك انا بغيت واحد كاسكروطات. جا القايد وجاو المخازنيه وداك الشيء قال لك لا حيدنا الكروسه. جينا وقفنا هنا دابا كنبيعوا فيها الكارو وصافي. هذا هو اللي كاين. كيفاش كتعيش اخويا؟ والمعيشة غير الوليدات غادي دير هذا عيد الله. حنا اللي قسم الله حنا معيشينهم به وصافي. شاب وعندك وليدات وعندك يعني كيفاش كدوز مع الزمان وكيفاش؟ ايوا الحياة صعيبة. الحياة صعيبة بزاف. هذا الأخ سمية هذا الصديق ديالي السي عبد الرحيم مسكين ما عندوش فين يفطر حتى هو. السي عبد الرحيم صديق ديال با مراد مسكين ملي كيجي كيفطر هو في الزنقة وهذاك الشيء هنا بحكم رمضان كيجي يفطر معاه. السي عبد الرحيم بصحة فطورك. شكرا شكرا شكرا. الناس عبد الرحيم كيفاش كتجي كتونس هنا يا مراد؟ والصديق كنشوفوه دائما مدة 16 عام هادي. 16 سنة. مدة 16 عام هادي. وأنا كنشوف هاد السيد مزيان. وهادشي اللي كاين هو هذا وكنتعاونوا مع بعضياتنا. تشاركنا الفطور هنايا. كنتعاونوا مع بعضياتنا، ساعة دايزة ديال الفطور داكشي اللي قسم الله. كنتشاركوا مع هاد السيد وكنزيدوا بحالنا. هذا هو اللي كاين هو هذا. حنا غير دراوش، ناس دراوش. هو درويش وحنا دراوش. راه كاع صحبه قديمه. اييه مده واحد 16 عام. 16 سنه. اييه ولكن ما كتفوتوش يعني. لا ضروري ضروري. قد عدي قد ما عديش كنجي عنده. قد عندي قد ما عنديش كنجي لعندو. هذا هو اللي كاين هو هذا. شكرا. معنا فطر فطر اخويا فطر. حنا الهدف عندنا جينا نفطروا معاكم. سي مراد يعني كيفاش المعاناة ديالك مع هاد واش شنو الحلم ديالك؟ واش بغيتي تستافد من هاد الكريريسا؟ شي حاجة نعيشوا بها حنا ونعيشوا الوليدات وصافي. وانا شي حاجة نستافدوا منها نعيشوا بها ونعيشوا وليداتنا ونعاونوا بها شوية على الكرا والماء والضوء والمصاريف غالية. انا اخويا مراد فاجأتيني. جيت صدفة كنلقى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كنلقاك انك كارو يعني، ومع ذلك كتصارع يعني كتصارع مع الوقت وكت كارو. حنا معاونين بها ما كاينش شي حاجه اللي فهم. حنا بغينا الدوله تعاوننا شي مبادره نتنفعوا بها ونعاونوا بها وليداتنا. حنا عندنا الكار 18 ريال والدراري جوج المدرسه الكتوبه حوايجهم والمعيشه ولات غاليه. شوف الخضره دابا ما كاينه 100 160 الف فرانك كي غادي دير كاينه خويا والمدخول والو. وكنتمناو من عند الله الدوله تعاوننا وصافي. هادشي اللي غنطلبوهم طلبوهم يعاونوا هنا باش غادي. خويا مراد دابا شنو بالنسبه لهاد يعني ها هي دابا تقريبا شحال من عام وانت حاضر؟ ها هي لها 7 سنوات ولا 8 دابا وهي واقفه بحالك. 7 شوف البنوات بقاو شادين بدون فائده. ها البنوات شنو
عم الشمس الشمس لا تحيلك عم الشمس هاودوا البنوة ها البنوات كيف؟ بالشمس، لا ما كان والو لا خدمة لا والو. هادشي اللي كاين اخويا هادشي اللي كاين، نتمناو من هاد الناس هادو يساعدونا ويعطيونا شي مبادرة نتنفعوا بها مع وليداتنا، راه حنا كنتعذبوا عذاب خايب بزاف. شاب هنايا خويا مراد، شاب مراد معروف هنايا هنا في هاد البلاصة هنايا الوسط الستار. الساكنة كتعرفنا. يعني الساكنة وكتقوم يعني بخدمات الساكنة وكل شيء. لا حول ولا قوة. غادي بالسيارة ديالو اللي بغى بوطة نطلع ليه بوطة، اللي بغى سخرة نجيب ليه سخرة، اللي بغى بوطة نطلعها ليه، اللي بغى شي سخيرة نمشي نجيبها ليه، غادي من البال طونوبيلاتهم. كونفيونس الصديق هو يقول لك شحال من عام. كونفيونس 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 مراد عبد الرحيم هنا صفا جينا. مراد كونفيونس هنايا ما كاينش. مراد كونفيونس. كاينش. ما كاينش. ليلا ونهارا ما كاينش. هذا هو اللي كاين، والظروف هي هذه والوقت ما كتساعدش. الحمد لله. وبنادم راه عايش درويش وصافي، هذا هو اللي كاين هو. ونطلبوا من الله يسهل الامور على اي مسلم كما يكون نور. اللهم امين. خويا مراد بغيناك تقول لنا الرساله اللي ممكن انك توجهها للمغاربه داخل المغرب وخارج ارض المغرب في هاد العشر الاواخر ديال رمضان. كنتمناو بنادم في هاد العشر ايام الاخر التزموا وتقوا الله وصليوا الصلوات ديالهم، حيت هاد العشر ايام الاخر فيها الاجر بزاف عند الله وكبيره بزاف عند الله. نتمنوا من العالم كامل والشعب كامل وكاع الناس اللي تيصوموا يديروا بعنايه هاد العشر ايام هادي ويردوا البال ويلتزموا فيها بزاف. النداء ديالك اللي كتوجهي في هاد الحاله ديالك انت يا خويا مراد وهاد الوضعيه وهاد النداء اللي كنوجهه انا كنتمنى شي معاونه يعاونوا يعطيونا شي مبادره نعيش بها مع وليداتي. ما باغي حتى شي حاجه، انا باغي نعيش، باغي نعيش انا ووليداتي ونعيش انا هادشي اللي باغي في الدنيا صافي، هادشي اللي كنتمناه. كيف ما كتشوفوا مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء القناه شوف تيفي، اللي كان لنا واحد اللقاء يعني اللي كان لنا واحد اللقاء، شي رقم هاتف اخويا ديال رقم هاتفي اللي ممكن انهم يتواصلوا معك فيه سي مراد. النيميرو ديالي اييه 06 08 50 95 03. عاود اخويا مراد 06 08 50 95 03. شكرا اخويا رساله وصلت. كيف ما كتشوفوا مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء القناه شوف تيفي، من خلال هذا البث المباشر واللي كان لنا فطور مع ولاد الشعب، يعني صدفه جينا لقينا هذا الشاب اللي هو مراد الكونفيونس هنا، يعني اللي حارس هذه السيارات ديال المدينه ديال فهاد المنطقه ديال السطات. مسكين كان تقدم بواحد الطلب ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، بغى يدير هذه الكريريسه غير يبيع ويشري فيها كاسكروطات ما يعني خداها. كان هذاك السيد اللي خداها معاق، يعني خدا معاق وانا شريتها من عنده. معاق مسكين ما خداهاش. ما خداش ما المهم ما خدمش بها، هو منعو بها حتى من عنده. انا جيت بغيت نخدم بها انا حبسوني انا وقفت انا كنبيع فيها الكار. كيف ما كتشوفوا يعني مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء القناه شوف تيفي، يعني من خلال هاد يعني هاد الجلسه ديال الفطور مع السي مراد، مراد الكونفيونس اللي هو حارس ديال السيارات، خدا هاد هاد الكروسه اللي لازال انه معلق عليها المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، ولكن بقدره قادر تحولت انها انه كيبيع فيها الكارو. كيبيع فيها الكارو. كنحييكم مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء القناه شوف تيفي على التواصل ديالكم والتفاعل ديالكم، وكنقول لكم بصحه فطوركم والى اللقاء في بث مباشر اخر، تحيتنا للجميع.